تكون السلطات التقليدية بمن أنعم ما يجري من أحداث بمنجم الذهب بكوريبو جودي. وعلى هذا الأساس التقى بهم رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو لإخطارهم بما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن إعادة الأمن وتنظيم عملية التنقيب. وقال الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إن ما يجري في منطقة تيبستي من قتل الأبرياء وتعذيب العزل وأخذ ممتلكاتهم لا يبرره أي منطق ولا تقبل به الدولة والدين ولا حتى الإنسانية. وعلى السلطات التقليدية تحمل مسؤولياتها حتى لا يتكرر هذا السيناريو. كلام الأسا بريزا ورد كلام في بكان حقه ده بس أنا سوى لأن نظره ده أنا سوى للمدر ساقد ناس الأمس بكان ده ماتوا أنا 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 شبنا ده ما غوبرنر ما منسر أنا شبنا ده سوى ده كسارة نجات كسارة نجات والناس جادين ساقد بس ها ولا شغل عنده ولا شغل انا زول عنده ساقط بمنتهى لان امس ابن هذا والله قرار الاسف برنامج هذا السلام ده بلانا غير بلان سما شكرنا مره وايد. القرار شال هذا قرار صائب واحسن قرار جاء في وقته اذا ما تدخل يعني ممكن يزيد زياده اكثر من ده، فلذلك يعني جاء قرار صائب واحنا كلنا نتكاتف ونتعاون مع حكومتنا الموقره. قرارات اشادت بها السلطات المحليه والتقليديه بولايه تيبستي. اول مره كان رئيس بس جاء وقفونا مشكله انا الذهب كهجنا ده اول مره في السهراكي فريمي فوا يوم واحد كل ما شفنا رئيس دوله من هنا قام جاء سكرتير دي بي 3 جورنام هنا ده اكوز دي بوبلاسيون اتشات مشاكل يجي ده ما يدور ده انا فهمنا في الليل نهار واقفين فوقها أي دليل أمن لن يجيبه. كما أكدت السلطات التقليدية دعمها للمجلس العسكري الانتقالي لإعادة الهدوء بهذه المنطقة. هسا ده قريب زايته هسا 80% ده كله ناقشنا كله مرنا باقي ده كله هين هسا كله ما قصنا شيء باقي ده كله نحن نقشوه إن شاء الله كله دار حقنا فين نشلوه حكومة شيل أمن سكرتير نحن حسينا ما شاب در قطنات إن رئيس دار ينظف هذا المنطقة، ولهذا الآن ناس كل شعب تبيسي فرحانين وشكروا بهذا الإطار. نحن فرحانين جزاء الله خير وطال الله أمره. إن لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بالسلطات التقليدية يؤكد عزمه لإنهاء أزمة كوريبو جودي واستغلال ما بها من خيرات لصالح تنمية البلاد وتحسين ظروف السكان.